قولي لي اسمه. ايوه اتفضل. أني واحد كان بيقول ايه؟ انا بقى الجميل ده يتبهدل كده بقى العسل ده يحصل فيه ده كله. احمد خليل القدير طبعا. ايوه هو سؤال من اسئله الاوفر ثينكينج صعب جدا. انا استاهل ده؟ ليه استاهله؟ هنا ما بيبقاش البني ادم زعلان على اللي لقاه من غيره، بيبقى هيموت على اللي عمله معاهم. صحيح. اللي بيبقى واجعه جدا الحلو اللي هو عمله مش الوحش اللي لقاه. ان عملت الخير في غير اهله فانت اهله. يا ريت كان بالسهوله دي كل اللي على الشط عوان. صح. وكل اللي ما نزلش بحر الصدمات يقول لك تقدر على التعافي. صح ده حقيقي. للاسف الموضوع مش بالسهوله. الموضوع بيبقى عامل زي الشعره اللي لازقه في اللبانه، كل ما تحاول تفكيها تطلع بالالم. لان الناس دول ما كانوش عشره يوم، ما كانوش موقف وانتهى، ده ناس خدوا من طاقتك ومشاعرك وافكارك ومجهودك، كنت جنبهم، كانت معاكي، ساعدتيه، سندتيه، امنتي بيه، امنتي ليه، وقفت جنبه، كنت في ظهره، سالتي عنه، اهتميتي بيه، اديتيله، قدمتيه على نفسك، اخرت نفسك عشانه. استاهل ليه؟ ليه يبقى ده جزاتي؟ ليه يتعمل معايا كده؟ ايه اللي عملته معاكم عشان ده يحصل؟ اسئله بنسمعها بنفس التون، نفس الانفعال. في مكان ما بنلاقيش الناس جايه تتعالج الا بسبب ناس تانية ادت بيها للمرض. طب ما مدام فوزية عندها حق بقى بصراحه. هي عندها حق. صح؟ بمعنى كده اللي بيروح العيادات هم الضحايا فعلا مش اللي سببوا لهم الاذى. ده حقيقي. وده حقيقي. ده حقيقي. ده تاني موظف عندك مدام فوزية الضحية. لا دي تالت. تاني. الأول هو عزام اللوام. اللوام وبعد كده التاني فوزية الضحية. أنا لقيت نفسي في عزام لسه مش شايفاني بفوزية قوي يعني، بس ماشي. ما هو مش كلنا لازم ينطبق علينا السبعة. على فكرة أنت عندك 12 موظف. ممكن أخد منهم سبعة؟ ستة؟ ال 12 موظف دول مش كلهم بيبقوا نشطين في نفس الوقت. أيوة الله ينور. صح. يعني ممكن اتنين منهم سهمهم عالي ونجمهم مرتفع دلوقتي. واتنين تانيين اول ما دول يريحوا يقوموا يلعبوا على طول. صحيح. التالت عم عرفان القلقان. انا ده. القلق من كل شيء واي شيء. صح. القلق من اي حاجه. حد قاعد قدامك وبيتكلم عن مرض حصل لحد في اسرته وهو بيحكي المرض انت حاسه باعراضه. ده حقيقي. يقول لك وفجاه الست حست بغصه وفجاه ضربات قلبها زادت، تلاقي ضربات قلبك زادت، وبعدين حصل لها كذا ودراعها وقف، دراعك يقف في ساعتها. او انك تبقي مفترضه دايما الأسوأ ويحصل. صح. القلق. القلق اللي بيخلي حياتك جحيم ويخليكي مش مستمتعه باي حاجه فيها. ولا مركزه باي حاجه تعمليها. صحيح. عرفان القلقان ما يفرقش كتير عن عم ضياء الشقيان التعبان. الموظف الرابع. ده الرابع. عم ضياء كوميك كده الناس بتقول عليه. بتقول عليه انه مكتئب شويه مش كده؟ عم ضياء الشقيان تحسه ما لحقش ياكل رز. عم ضياء عنده فور يعني هو عاوز يعمل بس مفيش وقت. طور في ساقيه يعني. صح. عم ضياء التعبان هو اللي لما تيجي تقولي له صباح الخير يقول لك هيجي منين الخير. شخص تشاؤمي جدا. طول الوقت شايل طاجن سته وجيرانها واللي حواليها اللي هو كله رايح. عم ضياء كله رايح. كله رايح. عم ضياء ده ما بيفرقش معاه حاجه خالص، ممكن تكون مبهجه لانه دايما شايف ان النهايه وحشه. العب رياضه ليه لما في الاخر هموت؟ اكل اكل صحي ليه لما في الاخر هنتهي؟ هرحوس. الكويس والوحش الاثنين ميتين. اللي بيلعب رياضه واللي وزنه زايد الاثنين هيدفنوا في التراب، دايما كده قافلها لك. الشخص ده احيانا ما بيبقاش حد حواليك، ده ممكن يبقى دماغك. الصعوبه مش ان حد يقول لك لازم تنزلي تلعبي رياضه الصبح، الصعوبه انك تقدري تواجهي عقلك كل يوم الصبح وتقنعه انك وهو بيقول لك كفايه ريحي النهارده. ولو ريحت النهارده هتبقى سلسله مش تعرفي توقفيها. صح. وهتريحي بعدها. الادهى والامار الموظف الخامس. اشرف المتطرف اللي بيعبر عن خطا من اخطاء التفكير فظيع اسمه الاكستريم ثينكينج. هو انا حد كويس ولا انا ما اتعاشرش؟ يا ابني مفيش منطقه وسط، يا ابني مفيش منطقه رماديه. والغريب انك لما هتقابل شخص بيعاني من هذا التفكير المتطرف هتحس بوجع قلب فظيع وانت بتحاول تغير له تفكيره. لان هو مصر انه يبقى كده. حد انت عارف انه ما بيفهمش ومتاكد انه ما يعرفش وهو مصر ان انت غلط.
هو مصر، هو متأكد ان انت غلط. ده اسمه التفكير المتطرف. التفكير المتطرف اللي بيخلي حد ممكن يبقى ارهابي في وقت من الاوقات، ويخلي حد يبقى متطرف الناحية التانية خالص، في اكل، في شرب، في خروج، في كل شيء. برافو. حتى في علاقة زوجية، في اي شيء، ده تطرف. حتى في العطاء. بالظبط. العطاء بدون حساب تطرف. صحيح طبعا. والاخذ بدون ضمير تطرف. صحيح طبعا. الافراط في الحب تطرف، والامتناع عن ممارسة الحب تطرف. كلاهما تبع اشرف المتطرف. تمام. طب الناس اللي انت شلت همهم دول وعايزه اغير طريقه تفكيرهم، بحبهم، نجحت في ده؟ لا. ليه؟ ما اعرفش، عشان هم مش عايزين يتغيروا، لانه لازم هم اللي قرروا يتغيروا مش انا، او دي مش يعني ربنا مش خلقني عشان اعمل كده، انا مسؤول عن نفسي بس. لا، هو ربنا خلقك تعملي كده طبعا. اغير نفسي مش اغير اللي قدامي. احنا مطالبين ان احنا نغير اللي قدامنا في حاله واحده بس، لما هو يطلب ده. لما يطلب الاستعانه بيه ويبقى متاكد ان انا هفيده، مش ان انا اروح من نفسي واحاول افيده. لان محاوله اقناع حد هو فكره غلط وشخصيته مختله ممكن تصيبك انت بالخلل. يا جماعه ارجوكم، فرق كبير جدا ما بين المرض النفسي اللي بيتعالج ومريض النفس اللي عمره ما هيتعالج.